ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة وسريعة. لو جالك اي حد على سهوة، جالك على فجأة، هنعمل الحلوة الحلوة دي بكل سهولة. شايفين المنظر؟ حاجة بتتكلم عن نفسها من غير ولا فرن ولا تعب ولا مجهود. هتقومي تحضريها في 5 دقايق تكون جاهزة. يعني حد لو جالك كده على سهوة واتصل بيكي قالك انا جاي، عقبال ما يجي في الطريق هتكوني حضرتيها، والطعم حكاية، والكل هينبهر بطعمها وهيفكرك كمان جايبها بالغالي او ان انتي مكلفة وعاملة حاجة واو. يعني شايفين بقى المنظر؟ بصوا حاجة كده من الاخر، فاخر من الاخر. يلا بينا على الوصفة نشوف عملنا ايه عشان نعمل الحلوة الحلوة دي. البوله اللي هستخدمها اي مقاس انت حباه. عندي هنا دي بواقي كيكه، عندك بسكوت ساده حطي، عندك بواقي كيكه حطي، المتاح عندك، يعني ما توقفيش نفسك. انا كان عندي هنا بواقي كيكه قلت احطها كده، ادخلها من ضمن الحاجات اللي هحطها. ممكن مش عندك، مش متوفره، ممكن تستبدليها بسكوت ساده عادي خالص. طيب ايه المكون اللي انا جبته بعد كده؟ جبت اي نوع كيكه، جبت هنا ده هوز، ودي كيكه من اللي هي الكيكه العاديه، توينكس بقى، تورته، اي نوع انت بتحبيه. ببدا ان انا اقطعه كده شرايح بالشكل ده كده اهو. تمام. احط ايه؟ هبدأ ان انا ارصه كده في الطبق اللي عندي، وببدأ ان انا ارص. ممكن تستخدمي نوع واحد بس، ممكن تحطي توينكز لو بتحبيه، تحطي هوز بس، تحطي كيكة بس، زي ما انت عايزة انت بقى ومزاجك. برضو الكمية ممكن تقللي تزودي زي ما انت حابة. ببدأ ان انا ارص في الطبق بتاعي كده اهو بالشكل ده. خلاص. عايزة بقى تضيفي بسكوت سادة، تضيفي اي مكونات تانية انتي وحريتك. انا كده هحط دول بس. جبت هنا لبن، طبعا انا عملت طواجن تانية فده اللي بقى معي، هي كانت نص كوباية من اللبن. حطيت عليها معلقة من السكر وببدأ ان انا اسقي بيها. ممكن تحطي عليها كاكاو، ممكن تحطيها كده من غير سكر خالص. ببدأ ان انا اسقي كده حوالي معلقتين كبار لكل طبق من دول. هنا السائية مهمة جدا عشان تطري معاكي الحاجات دي، ما تبقاش ناشفة كده ومقددة في حالها. سقينا كده خلاص تمام. عندي هنا دانت، طبعا لو ما عندكيش دانت ممكن تعملي اي صوص انت بتحبيه، او صوص سهل اقتصادي من اللي احنا بنعملهم في البيت. عندكو على القناة في وصفات صوص اقتصادي كتير جدا، ممكن تشوفوه على القناة هينفعوكم، وسهلين جدا برضو ما بياخدوش وقت. بس احنا قلنا يبقى كله سريع كده وفي الانجاز من غير ولا فرن بقى ولا بوتاجاز ولا اي حاجه. بقلب كده العلبه بتاعتي، حطيت العلبه كلها ومسحتها كويس جدا. طبعا الحاجه بقت غاليه فلازم ان احنا ايه نمسح العلب ونخليها فاضيه خالص، ما نرميش اي حاجه. ببدا ان انا ادهن كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وبدهن بدهن بدهن على الوش. خلاص واتفردت معايا بكل سهولة. اديها برضو خبطة كده عشان تتفرد خالص. كان عندي هنا بسكوت اوريو، كسرت بسكوتين كده قلت اجمل بقى الوش، كسرته كده خشن بالشكل ده وقلت احطه كده على الوش بقى. عندك بقى صوص شوكولاتة، عندكيش بسكوت اوريو، ممكن تجيبي بسكوت سادة، اي بقى انواع انت بقى ومزاجك. خدي الفكرة وظبطي انت. بصوا بقى خطير. فأقل من 5 دقايق جهزناه، ما اخدش وقت خالص وبقى جاهز عندنا. بصوا بقى المنظر، بصوا طبعا اللي هيشوفه هينبهر بيه، وبقى الطعم حكايه. جربوا الوصفه دي وقولوا لي رايكم في التعليقات. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.